السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معظم الناس بتسأل نظبط المؤشرات بتاعت الفريزر وبتاعت التبريد على كم؟ طيب، مبدئيا لازم نعرف ان في فرق ما بين ده وما بين ده في الضبط الداخلي اللي مصنعه المصنع نفسه داخل الثرموستات. طيب، احنا نظبط المنظم ده على كم او المؤشر ده على كم؟ اللي في الفريزر دائما لو كان المؤشر ده معاك في الفريزر انت بتظبطه على ميديم، ولو كان في الثلاجة برضه تحت بتظبطه على ميديم. لكن هنا في الفريزر هو معناته كام؟ معناته انه هنا المصنع اللي صنع الترموستات بالداخل صنع الميديم دي تقريبا بتكون سالب 18، والمينيمم والميكسيمم بيكونوا اقل واعلى منها من الرقم ده بحوالي 3 درجات او 4 درجات او 3 درجات ونص. يعني هنقول المينيمم ده تقريبا سالب 15 او سالب 14، يعني 14 تحت الصفر، والميكسيمم ده بيكون تقريبا سالب 20 او لحد 22 تحت الصفر. فالميديم بتاعك بالنسبه لهنا بيكون تقريبا سالب 18 تحت الصفر، طبعا بيكون مناسب جدا لحفظ الاغذيه في التجميد. رحت فوق سنه تحت سنه مش هتفرق كتير، بس بلاش تجيب على ميكسيمم لان ميكسيمم دي بيكون التفريز فيها جامد جدا وبتتعب الكمبروسر نفسه بتاع الثلاجه. طيب، بالنسبه للتبريد تحت في معظم الثلاجات بتكون دي عباره عن شغل بوابه، يعني بيفتح ويقفل بوابه، وعباره احيانا عن ثرموستات دمبر بيفتح وبيقفل مع درجه الحراره. طيب، هنقول انه برضو انت بتظبط على ميديم، انسب ضبط. هنا مينيمم بتكون كام؟ طيب، وميكسيمم بتكون كام؟ وميديم بتكون كام؟ التبريد تحت دائما بيكون من 0 ل 5، دي الارقام المعتمده، من 0 ل 5 الارقام اللي هي معتمده من منظمات الصحه عشان حفظ الاغذيه. فهنا بيكون مينيمم ده بيكون الرقم الاعلى، بيكون حوالي 8 فوق الصفر. ميكسيمم ده بيكون تقريبا صفر، واحيانا بيكون سالب 1 او 1 تحت الصفر، بس هنقول انه صفر. ومينيمم ده بيكون 8 او 7، لان الدرجات هنا مش مظبوطه بالظبط، ده مش ديجيتال. هنا الميديم ده بيكون من 3 ل 4، فهنا انت بتحفظ دائما الاغذيه على من 3 ل 4، تمام، بيكون مناسب جدا. لو عايز برودة زيادة شوية بتروح اتجاه ده، اتجاه الماكسيمم. لو عايز اقل برودة بتروح اتجاه المينيموم. تمام، ده طريقة ضبط الثلاجة المنزلية بكل سهولة، ومعرفة الارقام دي بتعني ايه بالضبط ليك.